قرة العينين في بر الوالدين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر والبر بمعنى واحد. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يأتي كلما أتى مدد من أمداد أهل اليمن يقف وينادي: أفيكم ويس؟ يقولون: لا. العام اللي بعد منه: أفيكم ويس؟ يقولون: لا. العام اللي بعد منه: أفيكم ويس؟ قالوا: نعم. فاستعجب الناس. ويس رجل فقير رث المتاع، فأتى إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه فنظر إليه وقال: أنت أويس بن عامر القرويني؟ قال: أجل. وزين العابدين من سادات التابعين كان شديد البر بأمه، ويضرب به المثل في بره بأمه، ورغم ذلك كان لا يأكل معها في صحفة واحدة، ما بيأكلش معها في طبق واحد. فاستعجبوا، سألوه: أنت شديد البر بأمك ورغم ذلك لا تأكل معها في طبق واحد؟ فقال: واسمع، بل اسمع أعجب من ذلك. دخل أحدهم السجن مع أبيه، الوالد وابنه، فاحتاج الوالد إلى ماء مسخن، فقال لولده: هيئ لنا ماء مسخنا. قال: أفعل يا أبي. شوف كيفية البر عند التابعين. أفعل يا أبي. فاستأذن السجان فمنعه، قال: أريد أن أجمع حطبا. قال: ممنوع. أتدرون ماذا صنع؟ وحيوة بن شريح من كبار العلماء ومن كبار التابعين، حيوة كان يجلس في مجلس العلم وحوله الطلبة، فتأتي أمه وتقول له: يا حيوة. يقول: لبيكما لبيكما. تقول له: قم فضع الشعير للدجاج ومكر الفراخ. حتى أن الرجل يسأل ربه في الجنة: يا رب يا رب يا رب يا رب، لماذا ترفع لي درجتي؟ درجتي عمالة ترتفع في الجنة. فيقول له الله عز وجل: باستغفار ولدك لك. ابنك في الدنيا عمال يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم ارحم أبي، اللهم اغفر لأبي. يقول: رأيت أناسا يحملون أكفانهم على أيديهم ويجرون يجرون، ورأيت رجلا بجانبي يجلس جنبي، فقلت له: من أنت يا عبد الله؟ ومن هؤلاء الناس؟ ولماذا يجرون؟ فقال لي مبتسما: هؤلاء يجرون ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: لماذا؟ قال: لأنهم يحتاجوا إلى دعوته صلى الله عليه وسلم. قلت له: لماذا لا تجري معه؟ تجريش معهم ليه؟ قال: لا، أنا عندي رصيد، ولدي يدعو لي في الدنيا، ولدي يدعو لي في الدنيا، وولدي يسكن في المكان الفلاني، فإن ذهبت إليه فأقرئه السلام وقل له: والدك يسلم عليك ويقول لك: زد 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 زوج. يقول الرجل: فلما استيقظت من النوم تذكرت العنوان جيدا، أحفظه جيدا، قلت: أذهب إلى هذا المكان وأرى هل هذه الرؤية حق. يقول: فذهبت إلى نفس المكان الموصول. يقول: وانتصف الليل وهممنا بالانصراف، فذهبت إلى هذه المرأة العجوز
قلت لها: خير يا أمي، هل تنتظرين أحدا؟ قالت: نعم أنا أنتظر ولدي. قال: يا أمي الوقت متأخر، تعالي معي أذهب بك إلى أي مكان تريدين. قالت: لا، ووعدني أنه سيأتي. قال: إني عنده عمل وسيأتي بعدما ينهي العمل. قال: يا أمي الوقت متأخر. قالت: لا، هو وعدني أنه سيأتي وأعطاني هذه الورقة. قال: أين هذه الورقة؟ فأعطته الورقة فإذا به يقرأ. على من يقرأ هذه الورقة أن يأخذ هذه العجوز إلى دار العائلة. ترمي أمك على شاطئ البحر ثم تترك معها ورقة وتقول هذا الكلام. قلوب قاسية، وكأن لسان حالها يقول: لا تسبوا ولدي ما كنت رغم الغدر خصمه، لا تسبوه مهما فعل، إن لي في قلبه حبا وليس الحب تهمة، هو طفلي وأنا أضمنهم الذكام لحما، هو في الليل سميري وأنيسي وفي الملمة، فإذا خاف سكبت الأمن كي أذهب همه، وإذا عاد تداعيت له صوتا ونغمة. ولدي ما عقني بل فعله بر ورحمة، ولدي أتى بي إلى البحر كي أنعم في رمل ونسمة، واذهبوا للدار بي ما الدار للأبناء وصمة، وسيأتي ولدي إن أنهى المهمة، ولدي يعرفني من ذا الذي ينكر أمه. هذا هو جناح الذل، أن ترميها على شاطئ البحر من أجل زوجتك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل: رب ارحمهما، رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيها الأحبة، الله الله في آبائكم، الله الله في أمهاتكم.